السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميت عثمان، ماركتر، فوتوغرافر، فيلم ميكر. الامر خطير، الارتيفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي غادي وكيتطور كل نهار. كنسمعوا شي حاجه جديده دارها الذكاء وكيفاش يقدر يعودنا كاملين في الخدمه تاعنا وفي طريقه تاع التفكير ديالنا. في الفيديو تاع اليوم غنشوفوا التطور تاع الارتيفيشال انتليجنس، وغادي نشوفوا واش هاد الذكاء الاصطناعي ذكاء ديال بصح ولا غير الهضره. جينيريك. باش نبداو هذا الفيديو غادي نوضحوا بعض المفاهيم لابد غتكونوا ديجا سمعتوا. الالغوريثم، الخوارزميه، هادو واحد لي كوموند كنديروهم لواحد السيستم باش نقول ليه اش يدير. كنقول ليه الا طرات هذه الحاجه خاصك دير هذه الحاجه، الا طرات هذه الحاجه خاصك دير هذه الحاجه. معنى اخر كنفسروا ليه خدمته وكيديرها. واحد المجموعه تاع الارشادات كنكتبوهم من واحد السيستم باش يعرف راسو اش خاصو يدير. الارتيفيشال انتليجنس جات من واحد الحاجه جديده. لي زالغوريثم كاينين شحال هادي، ماشي حاجة يلا تخترعات. الحاجة الجديدة اللي تزادت عليهم في هاد العوام الاخرين هي الماشين ليرنين. تنعلم واحد الماكينة واحد المفهوم، بمعنى اخر كنجدو داك الالغوريثم كنوريه بزاف تاع الامثلة تاع داكشي اللي بغينا يدير. مثلا صوت واحد السوشيال ميديا بحال انستغرام ولا فيسبوك واللي ممنوع فيه الدراري الصغار يبوستيو تصاور ولا فيديوهات، لهادشي غادي نتريني واحد الاي اي، واحد الارتيفيشال انتليجنس، باش ديتكتي اي تصويرة واي فيديو فاش دري صغير وتبريميها. باش نديرو هادشي كنصاوبو ما يسمى بماشين ليرنين موديل. ببساطة واحد الملف فيه بزاف تاع تصاور فيديوهات تاع الدراري الصغار اللي بغيت هاد السيستم يعقل عليهم ويفهمهم شنو هما. الفكرة هي هداك الذكاء الاصطناعي غادي يتكلف يدير التحليل تاع كلشي التصاور اللي عطيتو وكلشي الفيديوهات اللي عطيتو، ومن هادوك التصاور والفيديوهات غادي يفهم اشنا هو دري صغير، واهم حاجة اشنا هو الفرق ما بين دري صغير وشي واحد كبير. هكا غادي يفهم التصاور اللي كيشوف ويقدر يحيد التصاور اللي فيهم دري صغار، يسيليكسيونيهم ولا كاع يسوبريميهم. فاش هاد الاي اي كتفهم هادشي وكتولي اوتونوم تقدر تحطها في السيت ديالك وغادي تحلل كلشي داكشي اللي كيدوز منها. هكا غادي تسيليكسيوني كلشي التصاور اللي فيهم الدراري الصغار وغادي تحيدهم. الفكره هي قد ما غادي تستعمل قد ما غتوليك تاناليزي حسن. واخا بالنسبه لكم ما عمركم ما تستعملتو ولا ما عمركم ما شاركتو شي حاجه عندها علاقه بالاي اي، راكم غتكونوا على الاقل شاركتو مره واحده في هادشي. في بعض المواقع كيطلبوا منكم تعمروا واحد الكابشا اللي هو واحد الفيريفيكاسيون بلي نتوما ناس ماشي روبوات. فيهم مثلا كيعطيوك بزاف تاع التصاور كيقول لكم تكليكيو على التصاور اللي فيهم طوبيس، ولا عاوتاني تسعه تاع التصاور وكيقول لك سيليكسيوني كلشي اللي فيهم باساج بيتون. فاش تجاوبوا على هادشي شركات بحال جوجل كيقدروا يعزوا الماشين ليرنين موديل تاعهم وبه يقدروا يطوروا التكنولوجيا تاعهم تاع تحليل تاع التصاور. هكا المره الجايه اللي كتبتي طوبيس في جوجل ايماج ما غاديش يخرج لك غير التصاور اللي مكتوبه عليهم طوبيس، ولكن يقدر اناليزي التصاور ويجبد لك واحد التصاور اللي ما فيهم حتى شي ديسكريبسيون ويخرجهم لك تاهما. السؤال اللي كيبقى هو الا كان هادشي كله خدام من شحال هادي علاش حتى دابا عاد كندوي عليه؟ والجواب سهل، الاي اي وصل لواحد التطور كبير بزاف، ولا كيقدر يدير واحد الحاجات اللي ما عمرنا كنا نحلموا بهم، وهادشي بفضل واحد الشركه اوبن اي اي. بدات الهضره على اوبن اي اي بدالي، واحد الماشين ليرنينغ موديل كتوصف ليه الحاجه اللي بغيتي وتيرسمها تيخترعها من والو. الاساس الوحيد ديالو هو مدى الدقه تاع الوصف اللي عطيتيه. هذا دار واحد الضجه كبيره لدرجه ان اول مره في التاريخ المغازين كوسموبوليتان دار لا كوفيرتور تاع المغازين تاعو مصوبه غير باي اي بدالي. وهذا الصداع كمل من بعد الخروج تاع تشات بوت تاع اوبن اي اي جي بي تي 3. جي بي تي 3 واحد تشات بوت، يعني ميساج غير بحال واتساب، غير في بلاصه ما كدوي مع صحابك كدوي مع ديك الانتيليجونس ارتيفيسيال. هنا الا كنتو شويه متبعين التكنولوجيا غادي تسالوا شنو الفرق ما بين هاد جي بي تي 3 وجوجل اسيستون ولا سيري. الا كانوا اخرين كيقلبوا على المعلومات في الانترنت وتيقراو لك الجمله تاع الجواب من شي سيت، جي بي تي 3 ما مكونكتيش في الانترنت، ما تيقلبش على كل حاجه كتصيفطها ليه في جوجل، وما كيستعمل حتى شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي كيعرف. وهادشي بالضبط اللي كيرد واعر. جي بي تي 3 عنده واحد لاباز دو دوني كبيره، واحد لاباز دو دوني اللي جمع كلشي المعارف تاعو. كمثال لاباز دو دوني تاعو فيها ويكيبيديا كامل، وهاد ويكيبيديا كيمثل غير 9% تاع المعلومات كاملين اللي كيعرض. بمعنى اخر جي بي تي 3 ما حافظش انترنت وغير كيعرضو علينا، ولكن فاهم كلشي المعلومات اللي كاينين في لاباز دو دوني تاعو، تيقدر يحل هذوك المعلومات اللي عنده ويعطيك اجوبه واضحين، واحد الاجوبه اللي ما تقدر تلقى بحالهم في حتى شي بلاصه حيت اخترعهم هو. فاش دوينا فلاشين على كيفاش تصاوب الميموار تاعك ولا تيست فان ديتود تاعك كنا دوينا على البلاجيا. البلاجيا هو فاش كتاخذ معلومات ولا جمل ماشي ديالك كانوا مكتوبين في شي بلاصه اخرى وتتنقلهم كديرهم في الترافاي تاعك وكتستفيد سميت.
هذه واحد الحاجه اللي تقدر تخرج عليك وتخرج على الدبلوم تاعك، وهي الحاجه اللي خاص كلنا ايفيتيو فاش كنكونوا كنكتبوا في شي حاجه. الا كنا شحال هذه سولنا جوجل، اليكسا ولا سيري، كانوا يعطيونا واحد المعلومات جايه من الانترنت، يعني لابد فيهم بلاجيا. ولكن جي بي تي 3 عنده القدره يجاوبك على كل شيء الاسئله ديالك، يعطيك كل شيء التفاصيل اللي كتحتاج، ويعطيك غير الاجوبه الواضحين، وهذا الشيء كله بزيرو بلاجيا. Et voilà, là, vous avez la réponse totalement écrite. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le soumettre à un détecteur de plagiat, copier, il mouline. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même forcément des passages plagiés, parce que les informations, il ne peut pas les trouver tout seul. Plagiat 0%. OK. Je vais le soumettre maintenant à un détecteur d'intelligence artificielle. C'est parti. Réel à 99%. Mais non. هادشي اللي كديروا هاد الاي اي كيتعتبر ثوره في هاد الميدان. ما عمر كان شي اي اي مجهد بحال هكا وقدر يعطي واحد النتائج بهذا المستوى. وهادشي بالضبط علاش الناس عزيز عليهم يدوا هذا الموضوع فهاد الايام الاخرى. ولكن هاد الموجه تاع الاعجاب جات معها بزاف تاع التساؤلات. الى هاد التكنولوجيا تطورات بحال هكا، شحال بقى لها باش تقتل واحد المهن اللي كنعرفوها اليوم؟ والى جينا نطبقوا داكشي اللي كيقولنا افلام تاع ساينس فيكسيون، شحال بقى لها باش تحكمنا كاملين؟ وغنبدا بالجزء الاول تاع التساؤلات. هذا واحد الموضوع مطروح من هذه سنين، من البداية تاع الاوتوماتيزاسيون صناعة الآلات، الهدف كان هو النقص من الأعمال الشاقة والمتكررة. المستقبل تاع الاي اي هو يحيد كل شيء هذوك المهن اللي كيتعاودوا، واحد المهن اللي فيهم غير جاوب على أسئلة، ولا غير دار واحد لاكسيون تبقى تعاود فيها كل نهار. مثلا واحد لقيت في مدينة سياحية ولا في شي متحف، هذا المهنة تاعو يمكن يديها ليه جي بي تي 3، حيت إلا كانوا لي زاسيتون شحال هادي ما كيقدروش يديروا واحد الحوار مع الناس، جي بي تي 3 كيفهم الناس وكيجاوبهم على السؤال تاعهم بالضبط. ما عندوش واحد لاباز دو دوني تاع الاسئله كيجاوب على داك السؤال اللي طرحوه الناس بواحد الجواب مصوب ليهم هما، وهذه واحد الحاجه كانت مستحيله من قبل. هاد الارتيفيشال انتيليجنس يقدر تمشي بعيد اكثر، مثلا في النقل الجماعي، طوبيسات، ترانات، تاكسيات، غادي يوليو الترانات والطوبيسات اوتوماتيك، ما خاصهمش الشيفور باش يسوقهم. من جهه كينقص على الشركات اللي العميله اللي خاصها تسوق هذوك الطوبيسات ولا هذوك الترانات، يعني كينقص عليهم هذوك الفلوس اللي كيخسروهم في الناس اللي خدامين عندهم. ولكن من جهه اخرى كيقتل المهن تاع بزاف تاع الناس. باش نجاوبوا على الجزء الثاني تاع الاي اي غادي يحكم العالم، هذا واحد الموضوع مستحيل يطرى على الاقل لحد الان. واخا كنسميو هذا الذكاء الاصطناعي، هذا كيتعتبر ذكاء مقارنه مع داكشي اللي كان قبل. ولكن هاد الاي اي في الوقت الحالي ما كيقدروش يديروا اللي بغاو، هما محبوسين في المعلومات اللي كنعطيوهم، ما يقدروش يخمو راسهم ويجيبوا شي حاجه جديده. ولكن قبيله كندوي لكم على الخيب تاع الاي اي، خاصنا ندوي على الحاجات المزيانين، داكشي اللي غادي يعاوننا فيه. مثلا دالي اللي دوينا عليه في الاول تيصاوب واحد الصور على اساس داكشي الناس وصفوا ليه، هذا غيكون واحد الوسيله واعره للديزاينر ولي زارتيست باش يجيو افكار جداد. فشحال هادي كانوا كيقلبوا في انترنت بيانس ولا بينتريست، دابا يقدروا يوصفوا شويه داكشي اللي كيتخيلوا، والاي اي غتعطيهم بزاف تاع الامثله، حاجه اللي غادي تمكنهم يربحوا الوقت في التفكير الفني تاعهم، ويعطيهم بزاف تاع الانسبيراسيون باش يقدروا يخدموا دغيا. وتا انا عطيت فرصه للذكاء الاصطناعي وقلت له يرسمني، وهادشي اللي اقترع عليا. الارتيفيشال انتليجنس واحد الحاجه اللي باقي غادي نسمعوا عليها في السنوات الجايه، وماشي بعيد نعاود ندوي عليها في القناه عما قريب. غنبقى متبع هادشي من قريب، والا كان شي جديد غندير لكم عليه فيديو. من هنا لتما خليو ليا في كومونتير شنو هو الراي تاعكم في الارتيفيشال انتليجنس، وحنايا نتلاقاو في فيديو جاي. Peace.